صباح الخير. صباح الحمد لله. مرحبا بكم عندنا. انا هانية بنت بوشاد بنت مول المحل هذايا، عندي عام وانا نخدم عنده عام من اللي بديت. اليوم انا نوريكم كيفاش تكون لا بريباراسيون تاع الصباط، كيفاش يكون بالتفصيل. تفضلوا. بون هذا هنا الفصاله، هذا كامي بوعلام، هذا عمي مبروك، هذا عمي سعيد. هنا تكون الفصاله هذه الحاجه الاولى كامل في الصباط. هذه هي المرحلة الدوزيام عند عمي عبد الرحمن، هذه الباري فالباغ، باسكو كي طلع جلده فوق جلده، كي باش نحط البريباراتور كي يحط جلده فوق جلده ما تمشيش الماشينة، صافي حتى الباري هاي نقسلها شوية باش تروح عند الخياط. هي المرحلة الثروازيام تجي عند فريال لا بريباراسيون، دوك هي تبريبارينا هنا، هذه هي بلاستي. هنا انا مولفه نخدم، راني بديت نتعلم دوك لا بريباراسيون، دوك هي راهي تبريباري باش تخرج فرده كيما هذه. هذه المرحله الرابعه، هذه تروح تجي من لا بريباراسيون تروح عند عمي حسن يخيطها، باش موراها تروح للكوزياما كي يخيطها هو، ومن بعد تروح للكوزياما يخيطها نسا تاع برا. مور اللي تجي من عند كوزياما يجيبوها تجي لعند عمي عبد السلام وعمي فضيل عند المونتاج، يمونطيوها يدخلوها داخل الفور هذا، كي تحكموها كي تشدوها ساعه تريح ساعه تبرد باش تروح عند لي طاب الاخراني اللي يبقى. بو هذا هو لي طاب الاخراني تاع الصباط كامل. يدير لهم الفراش، يدير لهم الفراش لداخل، ومن بعد يديرهم داخل الكرتونه، يكتب لهم لي بوينتور يلقاهم في الكرتونه وخلاص. وداروا في الكرتون. دوك هذه تاع مشتريه، دوك هذه تروح لمواليها. بو هذا الشيء كامل واش شفتو كان بفضل ربي وبابا ان شاء الله. يا ربي كيما هو صاب لي شد له يدو عمو الهاشمي الفكيمو لهذا، هو اللي شد له يدو ووصلوا لهذا الشيء اللي راه فيه هو. ان شاء الله انا ثاني لقيته هو يوصلني كيما حبيت وين راه هو. كي خدمت وزيرتها باش نعرف السبب علاش ما حبست تقرا، ما حبست تقول لي حتى هذه الايامات باش قالت لي، قالت لي يا ودي كي شدك تجيل درعيا انا الليل كامل ما نرقدش. قول بابا لي ويشوف لي هكذا شكون اللي يجم يعاونه. قالت لي خدمت، قالت لي من الاول ديسيدي تروح معاك لاتوليي. الحلم نتاعها صدق، جبتها لاتوليي مع الاول جيناتني شويه باسكو باتي موالف نجيبها لازم نسناها باش تدخل لاتوليي، باش لاتوليي تاع دراري والاخر. يا اخي جرب ربي صديقه تاعها جات ثاني تخدم معايا الحمد لله تتعلم.